قرب البريكات داتير، ولأول مرة ننقل لكم بعض المعلومات عن الطيور التي تعيش في هذه الوديان وبين الجبال، وبالأحرى في هذه المنطقة. هناك عدة أنواع من النسور التي تعيش في هذه المنطقة، الآن سنعرضها عليكم الواحدة تلو الأخرى. أول أنواع النسور نشاهدها أمامنا هنا، The Golden Eagle، النسر الذهبي. هذا هو النسر الذهبي، لو فتح أجنحته ستكون المسافة بين طرفي جناح النسر 240 سنتيمتر. يزن هذا الطير 7 كيلوغرام. يمكنه أن يشاهد فريسته على بعد 2 كيلومتر. يمكنه أن يشاهد الأرنب على سبيل المثال هنا. سرعته أثناء الطيران 250 إلى 320 كيلومتر في الساعة. يعيش هذا النسر لعمر 30 سنة. يتغذى هذا النسر على القوارض وعلى الأرانب وأحيانا الأغنام والعجول الصغيرة. هذا نوع آخر من النسور يسمى آكل الأفاعي، يعيش لمدة 30 عاما. يتغذى على الأفاعي والزواحف الأخرى. يزن 2 كيلوغرام. المسافة بين أطراف جناحه 170 إلى 190 سنتيمتر. سرعة الطيران، سرعته أثناء الطيران 100 كيلومتر في الساعة. النوع الثالث من النسور التي تعيش في هذه الوديان والجبال، النسر ذات الرأس الأبيض، يعيش لمدة 40 عاما، والمسافة بين أطراف جناحيه 280 سنتيمتر، ويزن تقريبا 10 كيلوغرام. سرعته أثناء الطيران 80 كيلومتر في الساعة. هذا النسر يتغذى على الفطائس، الحيوانات الميتة. هذه كانت بعض المعلومات التي نقلناها لكم لأول مرة عن الطيور التي تعيش في هذه المنطقة.